السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في الريفت أركتكشر. هنتكلم عن حاجة اسمها كومبوننت. كومبوننت يعني مكونات. أنا بستخدمها عشان ممكن أحط مثلا أنا عليها بلاقي بليس كومبوننت، ممكن أحط مثلا الكراسي والفرش. بتلاقي هنا الكراسي والفرش وأي حاجة أنت عايزها تبع المعماري مش موجودة، بقول له لود فاميلي وأبدأ أحملهم وأبدأ أحطهم عادي، مفيش أي مشكلة خالص. طيب اللي بعد كده هي دي اللي ان شاء الله عايزين نتكلم فيها، هي ايه؟ حاجه اسمها موديل امبليس. موديل امبليس يعني ببدا اعمل زي فاميلي سريعه، بحيث ان انا حاجه محتاجها وحاجه خاصه. يعني ممكن عايز رخامه بشكل معين، عايز عمود بشكل معين صعب تلاقيه، بقول له موديل امبليس. بيقول لي الحاجه اللي انت عايزها دي ارتكشر ولا استراكشر ولا ميكانيكال ولا الكتريكال ولا بايبنج. يعني ممكن اقول له انا عايز مثلا ارتكشر، فيجيب لي الحاجات الخاصة بارتكشر. اقول له لا انا عايز مثلا استراكشر، يقول لي ايه دي الحاجات الخاصة باستراكشر. تمام. ففرض لو انا عايز ارسم عمود، يعني عندي مشروع وتوجيه العمود معايا له دائري ولا ريكتانجل، حاجة كده رخمة كده مش معروف لها ملامح، ما هاجي هنا اقول له انا عايز كولوم. اوكي، بيقول لي هسميه العمود ده ايه، هسميه مثلا مسلة. طبعا انت لازم تسميه اسم واضح على اساس ما تتوهش فيه بعد كده. وباجي هنا بلاقي الادوات دي اللي بتساعدني في ان انا ارسم عمود. الادوات دي غالبا هتلاقيك حتى لو مشغلتش في الريفت عارفها، لانها موجوده في كذا برامج. يعني انا لقيت بس في الاوتوكاد 3 دي، في ناس تانية اللي شغلت انفنتور لقيتها، في سوليد وورك، في برامج كتيره فيها نفس الضرار دي وفكرتها بسيطه. يعني هنا اكستروشن برسم اي شكل وهو اوتوماتيك بيديله ارتفاع معين. البلند برسم شكل وبرسم شكل تاني على مسافة وهو بيبدأ يوصل بينهم. الريفولف برسم اي شكل وبرسم خط وهو يخلي الشكل ده يلف حوالين الخط. السويب برسم شكل واديله مسار وهو يبدأ يرسم المسار دوت. ده برسم شكلين وهو بقى ايه بيديله مسار ويوصل بينهم. فالموضوع يعني بسيط ان شاء الله مش هيمشي خالص. فانا اقول له اكستروجن، بيقول لي ابدا ارسم الشكل اللي انت عايزه. ممكن باداه مثلا ديت ابدا ارسم. تمام. وانا الدبس او الارتفاع بتاعي ممكن مثلا لو اديته 10 متر يطلع 3 4 ادوار. تمام. ممكن تبدا تغير بالادوات انت بترسم. ده هو قوس ماشي اهو. تمام. او ده شكل مثلا المهندس بتاع الانشائي عايز عمود بالشكل دوت، هرسمه بالشكل دوت واقول له ايه فينيش، خلاص كده العمود اترسم معايا. عايز تديله ارتفاع بقى، ابدأ اديله ارتفاع زي ما انت عايز. او تيجي هنا تقول له مثلا ده خلي ده مثلا 5000 متر. تمام. زود صفر، يبدأ العمود يتقاوم معاك بالشكل اللي انت عايزه، تبدأ تدير المصاصة اللي انت عايزها. اتمنى يكون الموضوع بسيط وتلاقوه بسيط وتحاولوا تطبقوا ببساطة. ان انت ممكن تيجي هنا تبدأ ترسم الحاجة اللي انت عايزها. ممكن ممكن بعد كده مثلا تقول له انا عايز ارسم رخامة في الارتكشر. ممكن تبقى انت مثلا عايز اير تيرمينال معينة بس بسرعة مش هتعملها، فاهم؟ هتستخدمها كتير يعني. فتشوف ايه اللي انت عايز تعمله وتبدأ تشوف الموديل امبليس وتطبق زي ما انت عايز، وان شاء الله تلاقي الموضوع سهل جدا. لو انت هترسم حاجة ومش عارف هي ايه اصلا لسه ما قررتش، ممكن تخليها موديل امبليس، تخليها جينيريك موديل. جينيريك موديل يعني حاجة كده لسه يعني مش لاقي لها توصيف معين زي الحاجات ديت. تمام. يعني عايز ترسم بسطة، يعني عايز ترسم حاجة كده ومش لاقيها في أي حاجة من الحاجات دول، مش قادر تحطها تبع واحدة من دول، بتروح على جينيريك موديل وتبدأ ترسم زي ما انت عايز. أخوكم عمر سليم.